اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه قبل طبعا ما ارحب بضيف اللي انضم لي في الاستوديو، عايز اقول حاجه مهمه. شهر 10 اللي جاي تحدد بطوله افريقيا الابطال الدوري لكره اليد. يمكن الفرقه الوحيده اللي عندها اشتراك افريقي بدري شويه هي فريق الاول لكره اليد، رايحين افريقيا في اكتوبر. بطوله مهمه، بطوله قويه في تونس، اربع خمس فرق استعدوا كويس، كل التوفيق ليهم. اكيد هنتابعهم والايام بتجري بسرعه، اسبوع 2 3 هتلاقينا بنستعد للبطوله دي. ارحب بضيف اللي انضم لي يعني في الاستوديو، الكابتن محمد مصالح، المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره. اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب يا عيد ميلادك. طيب ربنا يبارك لك ونورتنا في بيتك وقناه النادي الاهلي، الحقيقه بنبقى سعداء وانت معانا يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. طب قول لي، يعني الموسم اللي فات كان موسم استثنائي، والعاب الصالات الحقيقه رفعت اسم مش نادي الاهلي بس، اسم مصر كلها. يمكن سبع بطولات افريقيا، سله طايره يد، تنس طاوله، الحقيقه يعني شرفتونا. شايف الانجازات دي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول بتشرف بيك. النادي الاهلي طول عمره كان متربي فيه من زمان الحمد لله، ما بيعرفش الا المكسب بجمهوره بكل حاجه. الموسم اللي فات استثناء بالنسبه لالعاب الصالات الحمد لله، حتى تنس الطاوله كسب بطوله افريقيا، فدي خطوه طبعا مهمه جدا وموسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه للفولي، الناس طبعا زعلانه برضو ان الدوري راح مننا، لكن بنبص للقطاع كله، احنا كقطاع حققنا 7 بطولات من 10، فده طبعا الحمد لله نتاج طبعا مدربين ناشئين ومدير قطاع ناشئين محترم جدا هو الكابتن محمود فرج، وقدرنا نكسب 13 و15 و17 منطقه وجمهوريه، وفي الدرجه الاولى كسبنا بطوله افريقيا. فده مجمل العام السنه اللي فاتت الحمد لله. كان الدوري والكاس فاينل، يعني بنلعب فاينل. خسرنا الدوري طبعا بفرق شوط، والكاس كان ليه ظروف خاصه وشرحتها لك، وانا دافعت عن الفرقه دي باستماته ازاي، ان هي كانت مجهده جدا. مش لا، من سنه 2015 كان تقريبا ما فيش فرقه زي ما حضرتك قلنا، وكلمنا وقلنا ازاي ان احنا ابتدينا ندعم الفريق ونبني تاني من جديد. وهو ده اللي انا استراتيجيتي انا ان شاء الله، ان انا اطلع بقى فريق من تحت كده ان شاء الله، وخلال حديثنا ان شاء الله هنبتدي نشوف ايه الاستراتيجيه بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن الاستعدادات، هاخدها مع حضرتك واحده واحده. الموسم خلص اللي فات، حضرتك حطيت الريبورت بتاعك او تقريرك قدمته اداره النشاط الرياضي، ابتديت العمل فورا من وقت ما جددوا الثقه في حضرتك. قول لي استعدت ازاي وفكرت ازاي؟ انا قبل ما اتجدد الثقه كان اخلاصي للنادي الاهلي او واجبي بيقول ان انا لازم كنت ابحث عن لعيب اجنبي ثاني. رسنان اللي كان معانا على فكره كان لعيب كويس جدا، الناس ما شافتوش في الدوره المجمعه الاولى، كان احسن كتير، كان هايل، وهو يمكن احد العناصر المهمه جدا اللي كان كسبتنا في بطوله افريقيا، كان كسبنا. لكن هو ما كانش متاقلم مع مصر، وكان في حاله نفسيه كده عنده ان هو وحيد شويه يعني، او في وحدانيه شويه، ما كانش متاقلم. فهو اللي طلب كمان ان هو ما يستمرش. ما هو انا شفت برضو نشاطاته، بيركب موتوسيكلات، بيعمل يعني، هو مش هيتاقلم قوي مع الحياه جوه. لا، مش متاقلم قوي في مصر فعلا. فانا كواجبي قبل ما حتى نتجدد كان الكابتن مروان هشام طبعا كلفنا ان انا ندور على لعيب محترف. فطبعا سوق الانتقالات في شهر 5 و6 بيبقى هو ده انسب وقت، لان واحنا عايزين واحد مميز يعني. صحيح. فابتديت ادور، وانا برضو لسه ما اعرفش اذا كان هيجدد لي ولا لا. دورت ناس كتير طبعا، الدولار وازمته والكلام ده كله كان عقبه كبيره جدا. اتحدد لي طبعا مبلغ معين، جبت لعيبه كتير قوي اتفرجت عليهم لغايه لما استقرنا على شكري جويني، لعيب منتخب تونس واحد اعمده فريق الترجي كان. ابتديت طبعا مع محمد زكريا ان احنا نجيب التحليل بتاعه، وانا حللت ماتشاته كلها في الدوري العالمي اللي فات، يعني احصائياته كلها، والحمد لله استقرينا عليها وابتدينا التفاوض مع نادي الترجي. وهيخش بسرعه جوه الفرقه، نفس الطباع، نفس الاعداد، وهيفهم كويس، وشايف الوقت هيوفر عليك مجهود كبير كمان بالظبط كده. فهو بصراحه الحمد لله، خاصه ان ارقامه تساوت مع ارقام المحترفين. يا مش عايز اقول لك ان الحمد لله يعني ربنا وفقنا فيه يعني جدا يعني، والحمد لله اشاده حتى من الجمهور العادي جدا ان هو اشاد بالصفقه دي. وعلاوه على كده طبعا جبنا عبد الله عبد السلام، لعيب بيته وراجل طبعا كابتن النادي الاهلي دلوقتي، اهلاوي جدا وبيحب النادي الاهلي. ومن حسن حظي ان انا موجود معايا عبد الله وحسام وكريم، ثلاثه بلاي ميكر عاليين جدا، وان شاء الله عمل موسم رائع السنه اللي فاتت. والله الولد دوت كويس جدا، 7 سنين شايل النادي الاهلي من غير ما يقول اي لوحده. صحيح بصراحه. صحيح. وابتديت بقى ان شاء الله يعني كده
هحاول يعني خبره مع شباب مع ناشئين، فهعمل كده ان شاء الله فريق كويس توليفه يعني كويس جدا. ناخدها واحده واحده. محترف وفقت فيه شكري جويني مضيته سنه على سبيل الاعاره للترجي التونسي. تمام. خلصنا ملف اللعيب الاجنبي قفلناه. الدعم اللي جالك عبد الله عبد السلام، عبد الله عبد السلام رجعته بيته كان كصانع العاب مع حسام، المجموعه كويسه. تمام. الخطوه الثالثه بقى، لا انت قلت حضرتك عايز تصعد مجموعه، كلمنا عن المجموعه اللي طلعت. من خلال بطوله العالم اللي فاتت 23 21 19 اولادنا طبعا محمد رمضان وعبد الرحمن، محمد رمضان عمل انجاز كبير 23 سنه معانا في الدرجه الاولى. صعدت فعلا يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر ياسر، دول معايا دلوقتي بيتمرنوا معايا لان في فتره منتخب كده هم دلوقتي فيها بالظبط. ان شاء الله هيبقى لهم دور، خصوصا يوسف الصافي احتمال كبير جدا يبقى له دور كبير قوي في الفرقه. يوسف ابني طبعا كابتن حمدي الصافي طبعا، ملوش دعوه خالص حمدي على فكره، هو ولد مجتهد. لا لا واخد احصائيات كويسه في بطوله العالم بالظبط كده، هو مجتهد جدا وولد ابن الوزع. احنا بنقول بس انه مباشر ابن الوزع عوام، انما مالهاش علاقه الولد طالع بالظبط كده. هو يعني هو ولد كويس قوي وتوقع له مستقبل باهر يعني. علاوه على كده طبعا بقول لك عمر اكرم مع عمر يوسف عمر ياسر معايا ان شاء الله، دول بيتمرنوا معايا. علاوه بقى طبعا على شويه الشباب عبد العال وحسام وقطب وحماده وشريف، ويعني مجموعه حلوه، زائد الخبره معوض ومنعم وعبد اللطيف وعبد الله، دول توليفه كويسه جدا. مش السنه دي بس، مش السنه دي بس ان شاء الله. خلي بالك الباسكت لما سنة. نجح الفتره اللي فاتت نجح عشان عمل حاجه بتقول عليه ده، عمل ثلاث اجيال بالظبط. هو ده اللي انا ان شاء الله بهدف له جدا يا رب، ان احنا نعمل اجيال للنادي الاهلي مش السنه دي بس، للي بعد كده ان شاء الله يعني. وانا اتوقع ان شاء الله يعني هي خطوه مهمه جدا، هنستحوذ على يا رب ان شاء الله ان شاء طب الله يعني. طب قول لي برضو يعني المجموعه اللي طالعه اكيد في اثنين ثلاثه هيبقى لهم دور كبير، لان دي يعني هو ده طبيعي يعني، مش كل اللي بيطلع بيلعب بيتمرنوا بياخدوا الخبره، بتعتمد على اثنين ثلاثه. تمام. كلمني عن التوليفه دي يعني محليا، ولا هتحتاج منهم ناس على المستوى الافريقي؟ اعتقد ممكن يوسف الصافي ممكن يخش افريقيا. تمام. هو امكانياته كويسه يعني. ورمضان يخش معاك برضو ولا رمضان هو معايا في الدرجه الاولى؟ هو يعتبر اساسي معاك لانه تحت 23 سنه. لا هو معايا في الدرجه الاولى اصلا الدرجة محمد أصلاً. رمضان ودي تدريبات يا كابتن، احدى التدريبات ليكم يعني ده اول موسم ابتدينا طبعا. انا قعدت مع الدكتور حسن طبعا مخطط الاحمال بتاعنا يعني. الخطوه الثانيه عايز بقى تقول لي البلان اللي حضرتك ماشي عليها. اول ما تم التجديد طبعا معايا قعدت مع الباشمهندس عاصم السعداني مدير العام للنشاط الرياضي، بصراحه عشان بس ما اشكر يعني فعلا ناس بتقدم كل خير وكل اي حاجه بقدمها او بطلبها. يا كابتن انا رحت امبارح ماتش، كنت في الصاله بالصدفه ماتش سيدات، لقيته قاعد مش عارف رحت فين لقيته قاعد. لا يعني هو دؤوب. لا بصراحه يعني هو انا دي شهاده حق يعني، والله الراجل دؤوب وبيدور على اي حاجه كويسه يعملها للنادي الاهلي. هو في خطوات كده الواحد بيقدمها له، وبعدين انا علاقتي بيه وبالكابتن مروان هشام ما يعني فعلا انا ما بكلمش حاجه خالص، ما بكلمش حد في مجلس اداره. هو ده كابتن، هو ده النادي الاهلي. استقرار فالحمد لله. برضو عشان بس نكون في مجلس اداره تكرم برضو وافق على تجديد بعض العقود للناس بعقود جديده، عبد العال وحماده على ما اذكر يعني فورا والناس كلها وافقت طبعا. وحاجه يعني بمنتهى الامانه يعني، واحمد سعيد عشان الاستاذ نجم صاعد طبعا بقوه. فان شاء الله يعني مجلس اداره وكابتن عاصم مدعمين للفرق كلها مش لفرقتنا بس. صحيح. فقعدنا مع بعض بعد كده طبعا قال لك خطه حسن قعدنا مع بعض اول موسم ايه اللي هيتم بالظبط لغايه تقريبا شهر 11، لان تحدد بطوله افريقيا المنتخبات هتخلص في اول 11 اللي جاي. 11 اللي جاي من 22 ل 30 11 دي بطوله افريقيا 30 10 تقريبا. دي مؤهله لحاجه؟ مؤهله لبطوله العالم مهمه جدا. طيب دي هتخلص في شهر 11. دي هتخلص في شهر 11. احنا الدوري بتاعنا هيبتدي امتى؟ طيب انا برضو جمعت الفرقه بالدوليين من شهر 7، عملت اعداد شهر 7 و8 وعملنا الاعداد بتاعنا بدني ولا بدني وفني؟ بدني. البدني طبعا كان اهم حاجه، والفني دلوقتي انا ابتديت اشتغل انديفيدوال لان المنتخب دلوقتي اتجمع فانا بعدد صغير قوي فبشتغل انديفيدوال. مهم جدا طبعا. فالمهم يعني ان انا ابتديت دلوقتي مع الفرقه اللي معايا ان انا اشتغل انديفيدوال بسيطه يعني يعني حاجات فنيه كده. فان شاء الله بعد ما يرجعوا هنبتدي الدوري تقريبا على طول. انا ما اعرفش هبتدي انتخابات امتى بتاعت الطايره؟
الانتخابات 29/9 29/9 في نفس انتخابات السباحه. طيب هتخلص انتخابات بتهيألي بعديها بيومين ثلاثه هيعلنوا الدوري. هم المفروض ان هم اجتمعوا بينا قبل شهر 5 قالوا لنا الشكل العام للدوري، بس المفروض كان يبدا في شهر 10. لا هيبتدي يعني ممكن نص 10 ونص الاخير من 10 بس يعني طبعا هيبتدي ماتشين ثلاثه يقف عشان المنتخب. لا هو هيبتدي ان شاء الله في شهر 11 دي علامة اصلا. هو ما جاش حاجه رسمي بس ان شاء الله هيبتدي في رؤيه كده شهر 11. طب ده مش متاخر يا كابتن؟ هو متاخر بس هنعمل ايه، هو المنتخب ظروفه كده يعني. طب احنا يعني انا كنت مع المهندس عاصم امبارح، عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، قال لي ان هو مش عارف الاشتراكات المحليه اخبارها ايه. طب انتوا افريقيا اتعرفت بالنسبه لنا ولا لا؟ هو البطوله العربيه في شهر 2، البطوله الافريقيه في شهر 3، دي ثابته في الاجنده الدوليه بالظبط كده. الدوري هيبتدي بقى، هي دي اللي هتبتدي يعني، هنبتدي في شهر 11 هنلعب كل يوم اثنين وجمعه. الاجتماع اللي انا حضرته هيتقسم الفرق لاربع مجموعات، هياخدوا اول وثاني 8 فرق، هيعملوا دوري رايح جاي ويبقى كده ضغط. عكس الدوري السنه اللي فاتت، السنه كان مجموعتين. كانوا اربعه، كانوا اربعه بس ست فرق، المره دي خلوها سبع فرق. سبع فرق يعني 28 فرق، صعدوا فرق من تحت. هنعمل دوري رايح جاي 8 فرق، وبعدين اللي يكسب ياخد الدوري. وفي حاجه استحدثوها اللي هي بطوله السوبر، اول اربع فرق هيعملوا دورات مجمعه بينهم، بس ما حددوش لا مكان ولا زمان ولا اي حاجه. معلش هو ده الشكل بس دي بطوله سوبر غير الدوري. غير الدوري دي بطوله جديده، ده المفروض اللي هو الجديده يا كابتن صح؟ طيب هنقول بطوله افريقيا احنا كنا عايزين نجيبها القاهره، تمام، جت ولا لسه؟ لا لسه مفيش. طب قدمنا طلب؟ انا قدمت طلب لمجلس الاداره بس لسه. هو في كذا مدير فني مقدم طلبات، ولكن الموضوع ده مرجئ مناقشته شويه للدراسه، لسه ما اتخدش فيه قرار. لسه هو بطوله السله الباسكت فتحت نفس الناس فعلا، والجمهور كان شكله عظيم جميل جدا وكان منظم جدا والناس ونجحت نجاح باهر، فدي شجعت كتير قوي. بس احنا في الفولي يعني في النادي الاهلي نظمنا بطولات كتير قوي فولي وكسبناها يعني سنه اول ما الصاله اتفتحت سنه 94، سنه 97، صحيح. سنه 2001، سنه 2004. لا طب شايف الرؤيه جوه النادي ايه؟ يعني الناس مرحبه جدا، مرحبه جدا طبعا، اللي هي الركعه الاتحاد الافريقي يعني هو اللي كان بس اصل خد بالك يعني السنه كانت في تونس، مش هدوها لتونس تاني يعني؟ لا حصلت قبل كده، هدوها لتونس في اربع سنين ثلاث مرات. يا خبر. طب احنا 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 كان اخر مره في مصر امتى؟ اخر مره كانت في مصر سنه 2015، سنه 2016 لما الجيش كسبها في استاد القاهره. كان الجيش كسبها صح. فهو يعني احنا هنقدم، بس الله اعلم اذا كنا نقدر ناخدها ولا لا. تمام بالظبط. طيب عايز اروح معاك لملف الناس برضو عايزه تعرف ايه اللي وصل فيه احمد صلاح. تمام. انت بتضحك طبعا، انا عارف حضرتك بتضحك ليه. لان انا عارف ان في كلام طبعا، هو لاعب نادي الاهلي وهو بيلعب طبعا في نادي الجيش، نادي طلائع الجيش، نادي محترم، مؤسسه محترمه. كلمنا يعني كنا نتعشم ان هو يجي نادي الاهلي، ايه اللي حصل؟ احمد صلاح بدون شك لعيب عالمي طبعا، لعيب هايل واهلاوي طبعا. هو وانا ومجلس الاداره موافقين تماما ان هو يجي لنا السنه دي. خلاص وفي مفاوضات تمت وكل حاجه بمنتهى الامانه. صحيح. خلاص ما قصرناش لا المجلس ولا انا ولا طبعا. هو اي حد يتمنى يبقى عنده في الفرقه تمام. وكل حاجه تمام واتفقنا وكل حاجه، لكن هو ماضي سنتين في نادي الجيش ونادي الجيش مش عايز يسيبه. سابوا طبعا نشكرهم، ما سابوش حقهم بس. ولا يصح اطلاقا ان جه جواب من نادي الجيش ان احنا عايزين نسيب احمد صلاح بمبلغ كذا. ما حصلش والله ما حصل. لان هو الكلام ده بصراحه كويس انت قلته، وحصل جدل ان النادي الاهلي لو كان في مبلغ اتحط انا متاكد النادي الاهلي كان هيقول انما هو الجيش حقه في دي حاجه حلوه مش عايز يسيبها. مش لكن هو ده مختصر المفيد، مفاوضات وكل حاجه. يا ريت يجي، اهلا وسهلا طبعا، بيته وحاجه انا اتمناها، لكن هو نادي الجيش اذا هي يعني بيتهيألي يخلص نادي العادي بتاعه، وتاكيد احمد هيحترم عقده وهيلعب بكل قوه بعد ما يخلص العادي. احمد لعيب محترف وعارف واجباته، ولا يمكن ابدا ياثر في اي حاجه وانت الامانه. وهو لكن فعلا ما جاش حاجه للنادي الاهلي رسمي من نادي طلائع الجيش تفيد بموافقته على الانتقال للنادي الاهلي باي مبلغ من المبالغ اللي تالت. المبدا كان مرفوض اصلا في نادي طلائع الجيش. صعب صعب ان هو يسيبوه. صحيح، لان هو طبعا ما يبقاش حد عنده اللاعب ده. حاولنا كتير ما. بس هي ان شاء الله شهور ويبقى يخلص عقده ويحترم تعاقده ويجي النادي الاهلي، مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله. ساعتها زي ما عبد الله عبد السلام خلص اكيد النادي الاهلي هيرحب بيه ويرجع لبيته تاني. طب خليني شكري سافر اللي هو لاعب المحترف التونسي، مضى حتى حاولنا نجيبه في البرنامج وكلمنا حضرتك قلت لنا لا ده مسافر عمل الكشف الطبي ومضى وسافر. طب هيرجع تاني امتى بقى ينضم رسمي؟ طيب انا برضو عشان اكون صريح معاك، انا ممكن اجيبه ويتمرن معايا، بس هيتمرن خمسه سته
ولا احسن يبقى في مجموعه تونس وبتمرن، فهو النهائي ممكن الاستفاده شوية. الاستفاده احسن بكتير، هيعمل معسكرات كويسه، هيعمل ماتشات كويسه، فانا اسيبه احسن في منتخب التونسي واخد حافظ على مستواه. مدرب عالي جدا، مدرب الايطالي، وانا يعني انا يعني كصفه بقى كواحد بحب مصر، المنتخب التونسي بيستعد كويس جدا للبطوله الجايه دي، واحنا لسه بادئين قبل العيد، فانا يعني بشد ازر الرجاله شويه في المنتخب. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، منتخب التونسي ورنينج ان لازم يشد شويه. المنتخب التونسي قوي جدا وجاي، ده غير الدوري العالمي، هو لعب الدوري العالمي يعني متجمع بقاله من شهر 5 لغايه دلوقتي، لغايه هيتجمع 5 اشهر كامله في معسكرات. طب وهو يعني ممكن على امتى ممكن ينضم لنا؟ يعني تهالي بعد بطوله افريقيا على طول، اول ما نبتدي احنا يسلم عليهم ويجي يسلم عليهم ويجي بس هو او يجي معانا في الطياره، يعني ياخده معانا بالطياره. لا مش طياره، بطوله هنا، بطوله في مصر. البطوله في مصر يعني بطوله افريقيا القادمه للمنتخبات هتبقى في القاره اللي هي في شهر نوفمبر. تمام. طب ما ده برده حاجه كويسه، هو يجي بشنطته بقى الكبيره، ما يجيش بالشنطه الصغيره. طب قول لي برده يعني حته ان انت تفكر في لاعب عربي وجبت احصائيات والموضوع ده، انت حضرتك قلت خد منك وقت كتير. شاركت فيه حد ولا القرار كان بتاعك بس؟ لا طبعا شاركت فيه محمد زكريا الاول عشان هو اللي بيعمل التحليل بتاعه، وشاركت فيه طبعا تامر. محمد زكريا اللي هو المحلل، المحلل مع حضرتك تمام، لان هو اللي بيجيب لي انا طبعًا عايز، لان هو لعب اصلا بطوله افريقيه قدامنا، جاب لي كل الديتيلز بتاعته كلها، والحمد لله يعني كل المؤشرات بتدل ان هو ولد. طب كابتن انت محبوب جدا من فريقك. خليك. انا لا بقول لك الحقيقه ليه، لان انا بشوف قد ايه يعني نادر لما بلاقي مدير فني حبوب. يعني كابتن هاني كان بيقول لي اخوك هاني مصالح كان بيقول لك المعلومه دي، بس انا كنت دايما اقول يعني ايه ممكن تكون اللعيبه بتجامله ومش عارف ايه. انت محبوب من فريقك، ايه السر؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما ربنا ماشي، بس اكيد في علاقه بينك وبين اللعيبه، حتى شفناك لما زعلت جدا على منعم لما تعور، شفناك وانت بتتكلم على لعيبتك وبتدافع عنهم وتحمل المسؤوليه قبليهم. ما هو تحمل المسؤوليه السنه اللي فاتت دي لما طلعت وكتبت بوست في الناس كتير قوي لموني، يعني احنا كنا داخلين خسرانين دوري وبعد 5 ايام مسافر تونس، لازم لازم في حد يتحمل مسؤوليه الخساره. انا هتحمل، انا اللعيب برضو عليه ضغوطات، ناس كتيره جدا هاجمت الفرقه وكده، فلازم انا اللي اخد الضغوطات دي كلها عليا انا، وانا اللي تحملت المسؤوليه، والحمد لله تحمل المسؤوليه كان ايجابي جدا للفرقه، وصمموا ان هم يكسبوا بطوله افريقيا، ودي كانت خطوه مهمه قوي. بالنسبه بقى لحب اللعيبه، يعني عبد الله مثلا هو لعب معايا، يعني هو الوحيد اللي في الفرقه اللي لعب معايا عبد الله، شرب النادي الاهلي، عارف يعني ايه النادي الاهلي، خد من حمدي، خد من ايمن، خد من ماجد، خد من هاني، لا فهو قريب مني قوي. عبد اللطيف يعني لحقني في الاخر، الحمد لله علاقه اكتر من طيبه، بحبهم جدا، واعتقد ان هم بيبادلوني نفس الشعور. لعلمك هو ده سر النجاح. ليه بقى؟ انا اقول لك كابتن، لو انت بتتعامل بمعامله الميري زي ما بيقولوا والكلام ده كله، هتيجي عند نقطه اللاعب هيجي بس هيجي مش هيتحمل الاسترس والضغط. لما يبقى في حب وفي تفاهم وفي اسره واحده، بتلاقي اللعيب لما بتعلى عليه الضغوط وبيحس انه نفسيا لا بيقوم يقف تاني عشان الراجل ده، عشان المدير الفني اللي تعب عشان ده. فانت عامل بصراحه يعني حاله حلوه جدا جوه الفرقه. والله هو شعور متبادل بيني وبينهم، الحمد لله هم بيسمعوا كلام جدا في التمرين، والله الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت عملنا مجهود رائع في التمرين قبل الماتشات، السنه دي لامس تكاتف رهيب من الفرقه ان شاء الله. عبد الله عامل جو كويس قوي مع الاولاد وكده، فان شاء الله يعني نحاول نعمل حاجه تسعد جمهور النادي الاهلي. و طب يا كابتن خلينا اتكلم عن لحظه، يا ريت برضو يعني احمد رشاد لو تقدر تجيبها لي على الهوا برضو يبقى كويس قوي، لقطه حصولنا على بطوله افريقيا اخر لحظات، يمكن لانك في دنيا تانية. يعني حسينا ان انت في دنيا تانية خالص، حسينا ان الضغوط عليك يعني عارف انت لما تحس واحد بيجري لاخر المشوار وبيمسك بقى الحلم بتاعه. كلمني عن اخر 30 40 ثانيه لما عبو بيقول له ارفع لي الكوره ارفع لي، يعني كلمني على 30 ثانيه دول. البطولة اللي فاتت دي كانت حلم بالنسبة لي أنا كمدير فني للنادي الأهلي، إن أنا آخد أول بطولة آخدها، آخد بطولة أفريقيا، دي مش سهلة، وفي تونس مش سهلة نهائي. لعبت الترجي ولعبت كل فرقة. زي ما قلت لك إحنا كنا طالعين من انتكاسة، ورحنا على مجموعة صعبة جدا. صحيح. لعبت الترجي هناك، في الترجي مش سهل إن أنت تكسب الترجي هناك 3-0.
انا بعد ماتش الترجي دي كنت في حاله يعني فعلا الواحد كان مشدود جدا ان انت لا قدر الله لو كنت خسرت وهتلاعب النجم الساحلي ممكن تطلع من دور الثمانيه، كانت تبقى يعني صعبه جدا، مصيبه على النادي الاهلي يعني. لكن ربنا كان موفقنا جدا جدا في البطوله دي، والناس كانت رجاله. اللحظات الاخيره في المباراه يعني كنا فارقين قوي في الشوط الرابع. برضه هقول لك اصابه منعم كانت مخسسه الواحد بشويه زعل، لكن كنت فرحان جدا ان انا قدرت اعمل حاجه للنادي الاهلي والولاد كمان. حتى لو شفت في الاخر كده الناس كلها كانت فعلا مضغوطه قد ايه، انا حسيت جدا جدا جدا، وحاسين بالذنب كان بضياع الدوري، كان حاسين كلهم لان البطوله كانت في ايديهم. يعني مش دي رياضه كانوا هم النادي الاهلي، مش هقول لك حاجه غير النادي الاهلي ما يعرفش غير المكسب. صحيح. وجمهوره ما يعرفش غير المكسب، وبتمنى دايما المكسب. ولما الحكم صفر يعني حسيت ان انت عايز تفرح ومش عايز تفرح، وصلت منها وعايز تيجي تطمن عليه. انا سجدت لربنا سبحانه وتعالى وشكرته يعني، لانها كانت لحظه فارقه يعني. الحمد لله. طيب شايفك في حاجات عايز تتكلم فيها يعني، عايز توضحها ومرتبها في ورقه، انا عايز اسمع. يعني اولا الدوري العام لازم بناشد الاتحاد ان هو لازم ياخد وقته، ما يبقاش ضغط في بعض، لان ده هياثر على لعيبه المنتخب واللعيبه كلها والاصابات هتكتر. فلازم الدوري ياخد وقته وياخد براح بتاعه، ولازم اللعيبه الانديه تلعب في انديتها. يعني انا لازم العب في سلطايا، والجيش يلعب في سلطه، والزمالك يلعب في سلطه، خاصه ما فيش جمهور، ايه اللي يمنع؟ وخصوصا ان هي ممنوع الجمهور بيلتزم يعني، لو قال بدون جمهور ما بيجيش. ما فيش دي اللقطات، دي اخر هجمه يا كابتن كنا بنتكلم عليها، يعني دي اخر هجمه واللي بعديها توجنا. يعني بص الفرحه يا كابتن، يعني اكيد لحظات. بص يا جماعه، ما حدش بيحس باللحظه دي غير اللي بيعيشها. خد بالك من احمد عبد العال، هو ساجد كده حاسس بمنعم، مش حاسس بحد، لان احمد اتصاب في وبيقول حاجه لربنا يعني. ما يعني يعني فعلا كانت لحظات جميله جدا، الواحد من احسن اللحظات اللي بيعيشها في حياته يعني لحظه المكسب. اسعدتونا جدا في اللحظه دي يا كابتن، وانا مش عايز اقول لك احنا كنا في الاستوديو هنا بنتنطط يعني، حتى شايفين. عارف والله انا يعني صرخات اللعيبه مش مصدق. على اليوتيوب كنت يعني تابعت طبعا التصريحات والتحليل بتاع تاني وبتاع طارق العايدي وكابتن محمود فرج يعني، وتابعتك وقد ايه الناس كلها كانت متجاوبه وحاجه كانت رائعه يعني. كانت حاله كويسه، يا رب تكرروها النهارده السنه دي ان شاء الله، تبقى على صاله النادي يعني. بص الدموع يعني اللحظات جميله جميله يا كابتن. اه ده احمد. جميله. اتفضل يا كابتن. طب بالنسبه للدوري انت بتقول مش عايز الضغط، وانا بضم صوتي معاك، لان الحقيقه دي بتبقى في نهايتها في الاخر اصابات بالجمله، بتبقى انخفاض في المستوى، لازم يتوزع الدوري مظبوط ويبقى الحمل. ما هو ده اللي حصل في السنه دي، ان احنا ما لقيناش لعيبه كتير، اتظلم المنتخب في الدوري العالمي، واتظلم اللعيبه كلها خلال الدوري العالمي، وظهرنا بمظهر مش كويس نتيجه. صحيح. طبعا اصابات كتير جدا ظهرت في الفرقه وفي افراد، طبعا مش النادي الاهلي بس، جميع الانديه. صحيح. وكنا في مظهر مش كويس، فانا بطلب بس الاتحاد ان شاء الله الدوري يتعمل مظبوط، ويتعمل حتى يبقى فيه منافسه يعني. ليه انا ما لعبش الجيش والزمالك وسموحه والطيران مره واثنين وثلاثه واربعه؟ صحيح. في الجيش ما بس يبقى بتخطيط كويس، مش اجي مثلا في شهر او مخلص بالدوري. ودي يا كابتن معلش انا اسف، دي لحظه اصابه منعم وهو بينتقل المستشفى، ويعني كانت اللعيبه جايبه الكاس. يعني هنفضل سنين تحاكي عن هذه. والله الحمد لله برضو راح عمل العمليه منعم، احب اطمن الناس ان هو مجتهد جدا، والدكتور هناك مبسوط جدا الحمد لله من العمليه، من حالته، وهو مجتهد جدا، ودلوقتي ابتدى ياخد سنس الكوره كده شويه، وابتدى يلعب بالكوره، بس لسه طبعا ما نطش. طبعاً. لسه ان شاء الله المفروض ان هو يسافر تاني في شهر 10، الدكتور يديله الاذن ان هو يبتدي ينط بس، ولكن هو الحمد لله مجتهد قوي الولد ده، وهيرجع بسرعه ان شاء الله. والله ان شاء الله اتمنى دوت، لانه طبعا وجوده مهم جدا للفرقه. أكيد. قبل اهلي هو راجل. هو راجل. طب النقطه الثانيه برضو غير الدوري اللي حضرتك حابب تحط عليها الضوء برضو، لان في بطوله عربيه وبطوله افريقيه، دي يعني متلات شهر في من 11 عندنا دوري المفروض هيتلعب، في بطوله العربيه وبطوله افريقيه، غير بطوله السوق الدوري السوبر، فكل ده ضغط على الفرقه، ما ينفعش ان انا اضغطه في شهرين. طب هو البطوله العربيه فين؟ هي المفروض السنه دي في الاردن. في الاردن؟ اه. هو مش عارف برضو كنا هنخش ولا لا، او هنشارك ولا لا، فان شاء الله يعني احاول ان احنا نشارك. تبقى بطوله افريقيه مصغره، لان هو برضو انديه تونس بتشارك. انديه تونس لا، وبرضو في انديه من قطر قطر بتبقى محترفين، ولا بتبقى قويه يعني. برضو حضرتك بتشتكي من الاجنده مليانه، بس في وقت قليله. حضرتك عايز يبقى في مراعاه في الدوري عشان اقدر اشارك. بالظبط كده، ما يبقاش حاجه كل حاجه مضغوطه كده. طب ليه ما رسقناش مع الانديه الثانيه وعرضنا الفكره دي؟
على الاتحاد؟ ممكن تنصب يعني، ولا هما ناديين ثلاثة بس أو ناديين هما؟ لا ليه، ما أنت عندك 28 نادي المفروض صعب، صعب يعني صعب المفروض هو أنا بحط على سقف الفرق اللي بتشترك أكتر يعني. أنا حضرت الاجتماع يعني، أنا آسف يعني أقول لك كان غير منظم إطلاقا الاجتماع اللي كان بتاع الدوري اللي هما عملوا فيه القرعة وحددوا فيه الفرق، لكن ما حددوا فيه حتى إن هو نبدأ في شهر 10، بس جالهم أفريقيا في شهر 10 ف الدنيا مش متظبطه. بس اتمنى طبعا بعد الانتخابات، يا رب بعد الانتخابات يجي الاتحاد ولجنة المسابقات. اعتقد ان كل حاجه ان شاء الله هتبقى يعني احسن كويس. اللقاء ده ممكن حد يعني بعد اللقاء ده ممكن يعني الهمسه دي توصل لهم انه نقدر نغير شكل المسابقات. طب ايه تاني غير شكل المسابقات؟ لا بس مفيش يعني، مفيش حاجه الحمد لله. طيب خلينا اتكلم معاك برضو يا كابتن في حته يعني الاحتراف في الطايره. شفنا لعيبه بتتنقل، شفنا احتراف حر زي الكوره. بامانه شايف شايف الموضوع ده فاد الطايره ولا ما فادهاش؟ اه طبعا يعني اللي احنا اللي احترفوا بجد في مصر احمد صلاح وعبد الله ومحمد عبد المنعم، دول اقدر عليهم احترفوا في روسيا وتركيا وايطاليا اللي موجودين دلوقتي، انما قبلهم كان حمدي الصافي بيتهيألي كمان احترف. حمدي احترف موسم في روسيا، بعد كده راح الاهلي السعودي. لا يعني انا بعتبر الاحتراف الحقيقي اللي هو يكمل 3 4 5 سنين بقى بالظبط كده. هو ده اللي حصل. احمد صلاح وكان وعبد الله ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم راح كان ايطاليا برضه في سنه، راح ايطاليا. وهم الثلاثه دول فعلا يعني حتى. طب ليه ما بقاش عندنا 4 5 6 لعيبه؟ ناقصنا ايه؟ مش ناقصنا حاجه والله يعني. في صحيح. امكانيات جسمانيه هايله في الفرق يعني. منتخب 23 بسم الله ما شاء الله عليه يعني، حاجه كانت تفرح، وعمل اكتر من اللي عليه بكتير جدا خمس يعني. خامس عالم وامكانيات بشريه كويسه جدا يعني يا كابتن. خلينا اقول ان احنا قلنا هنا في البرنامج بعد بطوله العالم طايره ويد وسله، شفنا والله ما في فرق بيننا وبينهم. صدقني الموضوع كله شويه اداره وتخطيط يعني. هو انا برضو بشفق على الاتحاد ان في ست فرق كانوا رايحين كاس عالم، ولاد وبنات، فالدعم هيبقى هيكفي مين ولا مين؟ فصعب جدا يعني. ففعلا المشكله انا ما اعرفش هتحل ازاي، لان في متخصصين بقى هم في اداره التسويق يعرفوا. بس اكيد في دعم من الوزاره، اكيد جه زياده. ما اعتقدش ان في دعم من الوزاره، دعم الوزاره مش هيكفي ست فرق. الوزاره شالت ايديها بصراحه، لا يمكن ابدا يعني يكفي ست فرق. فده انا بشفق على الاتحاد منهم يعني على ست فرق كتير جدا رايحين، كل فرقه على الاقل عايزه تعمل 15 20 ماتش. فين ومنين وازاي بعد طبعا الدولار ما غلي والكلام ده كله، بتبقى في صعوبه على الدوله. وانا شايف ان اللي الاولاد عملوه بتوع 23 وبتوع 19 في البحرين انجاز يحسب للاتحاد ويحسب للولاد ويحسب للجهاز الفني كله. باقل الامكانيات، باقل الامكانيات صحيح. طب كابتن خليني يعني حوارنا مر سريعا، انا مستمتع بيه جدا. الطايره الحقيقه لعبه شعبيه كبيره. خليني اسالك طموحاتك ايه السنه دي؟ السنه دي انا ان شاء الله طموحاتي ان انا اشارك في البطولات الاربعه، وان شاء الله احاول اكسبهم، لان في منافسه شريفه وجيده جدا وجامده جدا. لكن هي طموحاتي ان انا النادي الاهلي ما اعرفش غير المكسب، وان شاء الله احقق للجمهور حاجه ونفسي والفرقه حاجه ثانيه يعني. فدي طموحاتي ان احنا يا رب يكرمك ان شاء الله تحقق كل اللي عندك، كل طموحاتك، شغل ومجهود بيبذل يعني. انا سعدت بيك جدا يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن جميل، نورتني وشرفتني ببيتك قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. انا بس هقول بس جمله صغيره كده، ان النادي الاهلي دلوقتي بيمر بظروف مش هقول صعبه، لكن في ناس من بره النادي الاهلي بيحاولوا يهدموه. فانا حتى انت حاطط بوست ان كنت معارض او مؤيد لازم تقف جنب النادي الاهلي، لان في من هو بره النادي الاهلي يتمنى ان النادي الاهلي يقع في مستنقع المحاكم والكلام ده كله. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي ولاده كلهم يبقوا في ايد واحده، عشان ما نقعش في المحاكم بقى والكلام ده كله. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى النجاح للنادي الاهلي وللمجلس الاداره اللي موجود ومجلس الاداره الجاي. ده النادي الاهلي ولازم تحافظوا عليه. الحقيقه يا كابتن انت حتى نزلت بوست على الفيسبوك قلت مؤيد او حطيت شعار النادي الاهلي، انا شخصيا خدت منك البوست ده. يعني حضرتك قلت مؤيد او معارض، ده جه وقت الكيان دلوقتي ان احنا نقف مع الكيان. بالظبط كده. لان هو الموضوع في هجمه شرسه على النادي الاهلي والناس شايفه الهجمه الشرسه دي، فيا ريت الهجمه دي تكون من بره، ما يشتركش فيها اولاد النادي الاهلي. والله اتمنى دوت. انا بقول لك انا محايد جدا
صحيح. واتمنى ان اولاد النادي الاهلي يقفوا معاه، لان في شراسه، هجوم شرس، هجوم شرس جدا على النادي الاهلي، في ناس عايزاه يقع. اتمنى ان الجمهور نفسه ما يساعدش وما يشتمش حد على السوشيال ميديا ولا اي حاجه، عشان في ناس بتفرح قوي. صحيح. فينا انا عن نفسي، انا اي اختلاف كان ما بيني وما بين اللي انا عارفه بيبقى في الاوضه المغلقه. صحيح. ده اللي انا عارفه عن النادي الاهلي. لو في اختلاف ما بين اي حد من ولاد النادي الاهلي لازم يبقى ما يطلعش على السوشيال ميديا ولا على التلفزيون. ودي قيم من قيم النادي الاهلي. والله صحيح. انا ده اللي انا اتعلمته من زمان جدا، من 32 سنه وانا صحيح. في النادي. بس كلام جميل، كلام محترم. كابتن محمد مصلحي، شكرا جزيلا، نورتني. ربنا يخليك. اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن. ان شاء الله، ربنا يخليك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، انتهى لقائنا سريعا، فقراتنا الثلاثه انتهت سريعا. انتظرونا الجمعه القادمه في ميعادنا العادي من 7 لـ 9 في ملوك الصالات، هنجيب لكم كل ما هو جديد وكل ما هي احداث حصلت خلال الاسبوع. سعدت جدا بلقائكم، انتظرونا الجمعه القادمه. شكرا جزيلا لحضراتكم.